السلام عليكم، معكم ريان حمود، طالبة طب في جامعة حدود الشمالية. اليوم راح أتكلم بشكل سريع عن مسار صحي أو سنة تحضيرية في المسار الصحي في جامعة حدود الشمالية. هنا نسبة القبول وقفت عليها، الطب للبنات وقف 92.97 والأولاد 92.65. طبعا بعد ما تترشحون للتخصص أو يتم قبولكم فيه ما في مقابلات، وكمان هو في قبول مباشر، يعني على طول تكون قابلين في التخصص نفسه بعد سنة تحضيرية تدرسين. يعني تقريبا المواد والمقررات في السنة التحضيرية نفس الشيء، كل يعني كل مسار صحي نفس المواد والمقررات. ححط لكم صورة بعد هذه السنابات عشان تشوفون التخصصات الصحية الباقية. طبعا هذه مقررات الفصل الأول، زي ما تشوفون 7 مقررات. طبعا بأول كلاسات حتكون حيقولون لكم الدكاترة نبذة تعريفية عن المواد، وكمان توزيع الدرجات. مهم جدا تعرفون توزيع الدرجات عشان تكون عندكم خلفية عن نظام توزيع الدرجات والغياب والحضور وما إلى ذلك. المقرر الحر حيكلمونكم عنه في اليوم التعريفي. اليوم التعريفي مرة جدا مهم، حتعرفون معلومات مرة مهمة. حيعلنون عن اليوم التعريفي في حساب الجامعة في تويتر. كمان موقع الجامعة فيه باقي المستويات والمقررات اللي تاخذونها، يعني لو تبغون تطلعون على المواد اللي حتاخذونها في سنواتكم الدراسية الجامعية ممكن حتدخلون جامعة موقع الجامعة وتشوفون. طبعا زي ما قلنا هذه بالنسبة لمقررات الفصل الدراسي الأول. بتواجهون صعوبة بالبداية لأن النظام جديد، أول ترم لكم، بعدين حتتأقلمون وتتعودون، إن شاء الله يصير أسهل. طبعا هذه مقررات الفصل الدراسي الثاني. طبعا الانجليش حيكون كل ترم حتاخذون فيه كتابين. الترم الثاني حيكون في كتابين، الكتاب الثاني حيكون فيه مصطلحات طبية غير مقرر المصطلحات الطبية. طبعا مقرر المصطلحات الطبية كان من امتع المقررات. كمان شيء ثاني، المستوى هذا كان اسهل من المستوى الاول، يمكن عشان احنا تاقلمنا وتعودنا على الجامعة. فشيء مهم جدا انكم تتعودون تتاقلمون على الجامعة، وما في داعي انكم تخافون بداية السنة، لان هي بس فترة انه تتأقلمون وتتعودون على الجامعة، بعدها كل شيء يصير سهل ان شاء الله. طبعا زي ما قلت ما في شيء صعب وما في شيء سهل، عشان الواحد لازم كذا يبذل جهده، ونحاول نعدي احنا السنة التحضيرية باقل الاضرار لكن باكثر فائدة. وبكذا تكلمت عن اهم الاشياء. طبعا اذا عندكم اي سؤال او استفسار هحط حسابي في تويتر بعد هذا